أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام جاهزية الوزارة بجميع قطاعاتها لتغطية الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة وإبرازها بالشكل الحضاري المشرف الذي يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وأشار الرميحي إلى التزام الوزارة بتسخير إمكاناتها الإعلامية والفنية والتقنية كافة وبمشاركة 510 موظفين من كوادرها الإعلامية والفنية والهندسية في تقديم تغطية شاملة ومتكاملة للانتخابات في قنواتها الإذاعية والتلفزيونية ووكالة أنباء البحرين وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزويد وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية. ونوه إلى تخصيص الإدارة العامة للشؤون الفنية 10 عربات للنقل الخارجي والفضائي بتقنيات عالية الجودة و3 أجهزة تحكم متحركة و6 حقائب بث عبر الإنترنت، بما يدعم التغطية الإخبارية المباشرة من قلب الحدث في المراكز الإشرافية والدوائر الانتخابية بمختلف المحافظات، مع توفير نحو 10 أجهزة متطورة للصوت والبث والتصوير المحمول وتقديم خدمات الدعم الفني واللوجستي والصيانة بمتابعة دورية من قبل 108 مهندسين وفنيين. وأضاف أن الوزارة بدأت منذ إصدار الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، بدأت في إعداد ونشر الأخبار والتقارير الصحفية واللقاءات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التثقيفية والحوارية المتخصصة حول تطورات العملية الانتخابية بجميع مراحلها وتحليلها بمشاركة الخبراء والمختصين، وذلك بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني والجهات الرسمية، مع العمل على تكثيف هذه التغطية خلال يومي الاقتراع والإعادة ومتابعة النتائج عبر فرق عمل متخصصة